مش الموظفين بس، معايا مداخلة مهمة. ندى، منين يا جماعة؟ بورسعيد. مساء الخير يا أستاذة ندى. مساء النور على حضرتك. أهلا وسهلا. صوتك شكلك صغيرة لسه، طالبة ثالثة اعدادي. في تالتة إعدادي. أهلا يا ندى، تالتة إعدادي من بورسعيد. اتفضلي يا بنتي. حضرتك متابعة الأول متابعة الحلقة وشايفة النقاش؟ أنا متابعة الحلقة من بداية الحلقة ومستنية الحلقة من زمان جدا على فكرة. والله طب كويس، احنا جينا لك اهو. قولي. الأول عايزة أقول، مش عايزة حد يقطعني عشان أنا عايزة أقول كلام كتير جدا. هبدأ حديثي بجملة حاضر، معربلة جدا، محدش لكن هيقاطعك، يلا قولي. هبدأ كلامي مع حضرتك بجملة معربلة جدا لكنها في نفس الوقت مؤسفة للغاية، بتوصف حالي وحال كل الطلبة، بلاش أقول كل الطلبة لكن أغلبية الطلبة المصريين. بتقول إيه؟ لم أتمنى البكاء يوما ما، ولكن هم الزمان أكان. تمنيت أن أعيش كما أريد، ولكن نفسي عاشت كما يريد زماني. عاشت كما يريد زماني بقى إيه؟ من ظلم، من فساد، من حاجات كتير، بس ده مش موضوع النهاردة. موضوع النهاردة لا تعليق على التعليم. حضرتك النهاردة التعليم، انزل كده الشارع شوف، هتلاقي البلد مليانة مشاكل ومليانة مصايب. على فكرة العيب مش فينا، العيب ولا في خبير ولا في وزير ولا العيب في حاجة، العيب في المنظومة. المنظومة اسمها التربية والتعليم، يعني التربية تسبق التعليم. طب تربية ازاي اصلا وما فيش اصلا دين؟ انت كطالب مش عارف دينك بيقول ايه. اولا الحاجات اللي بتحصل في مصر، ربنا قال في كتابه العزيز في سورة التوبة، كل الناس لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. يعني لك الله يا مصر، لكن انت كمسؤول في الدولة واجب عليك الطالب المصري ده ان انت تهتم بيه. عندك الدين ما يعرفش يعني ايه اصلا دين. على فكره هو مش بيعمل كده بمزاجه، لا، ده مشفق على الطالب المصري ده لانه مجبر ان هو يعمل كده. حضرتك لو عنده امتحان الدين ده مع ماده الرسم، مضطر ان هو يقفل الدين ويفتح الرسم، ويذاكر ماده اصلا ملهاش ولا قيمه، ماده صوريه، بس الرسم ده ممكن قادر يخليه من اول لعاشر، يفرق معاه في الترتيب، يحدد مستقبله. لكن انت كدين لا، الدين مش محتاج حد ولا محتاج حتى مدرس. انت لو الدين ده اسلوب حياه مش منهج، لا، ده يعني مثلا 25% من المشاكل في الشارع المصري تحرش. طب انزل كده بص على لبس البنات، لو كل بنت فتحت كتاب الدين وعرفت ان السيده خديجه قالت زي المراه لا يصف ولا يتصف، هتمشي محترمه نفسها في الشارع. قد كده 25% من المشاكل اتحلت. طب انت ب 25% من المشاكل الثانيه البطاله، لو كل واحد شاب مصري نزل يشتغل وعارف ايه الفرق بين التوكل والتواكل، زي التوكل اللي انا اشتغل واخد بالاسباب وبعد كده اسيب الباقي على ربنا، عكس التواكل خالص ان انا ما اعملش حاجه واقول الباقي على ربنا، ادي كده 50% من المشاكل اتحلت. نسبه بقى ثانيه فكر والتطرف، ربنا قال ايه؟ على فكره اللي فجر نفسه ده او اي حد بيفكر كده ده مريض، والله مريض نفسيا، انا بشفق عليه جدا. لانه ربنا ما قالش انت لو فجرت نفسك انت هتخش الجنه، ربنا قال في سوره البلد تحديدا ايه رقم 10، انا هديناه النجدين، من يفعل خيرا يلقى خيرا ومن يفعل شرا يلقى شرا. ما تجيش تقول لي هفجر نفسك واعمل واخش الجنه، لا، انت على فكره مريض والله. بس الوقت الخبير اللي قاعد مع حضرتك بيالف مناهج، علمتونا واحنا صغيرين ان ضميرنا الرقيب الداخلي على تصرفاتنا. احنا لازم نحاسب نفسنا، انت يا مسؤول حاسب نفسك وفوق، واعرف ان انت بتدمر الطلبه المصريين لما تلغي الدين من مجموع. الدين ده اسلوب حياه مش ماده دراسيه، لا، كمان اسم ونصيب، في الثانويه العامه اتحولت اسم ونصيب. ازاي احنا طلع برضه واحنا صغيرين في اللي بيكتب المناهج كان بيقول من جد وجد ومن زرع حصد، هتذاكر هتلاقي، لا، دلوقتي اتحول حظ، اتحول حسب تصحيح، حسب انت بقى وشطارتك انت وحظك. انتوا بتعملوا تكاليف الطلبه المصريين، يعني انت كوزير، انا عارفه ان وزير التربيه والتعليم اللي جاي جديد انا عندي امل فيه، وعارفه ان هو راجل شغال، وعارفه ان هو راجل بيفكر، بس هو كوزير مش هيعرف يعمل حاجه لوحده، المنظومه كلها مش شغاله، لازم نحن نشتغل. المصريين دمروا نفسيا، انتوا بتستفادوا ايه والله العظيم؟ لما تلاقي لما تدور مهندس، لما تشوف طالب انا حلو ابقى ظابط، لما كليه الشرطه دي كانت زمان فخر قوي لكل واحد، عايز اطلع ضابط. دلوقتي ما حد يقول انا عايز اطلع ضابط، اخاف على الشهيد عشان في فشل، ما فيش نقابه، ما فيش اي حاجه، حتى الطالب المصري هو صغير يطلع متدمر مش عارف يعمل ايه، هو مش بي
انا هقول بس جمله واحده بس، قوموا قوموا يا مسؤولين وصح ضميركم قبل ما الوقت يسرقكم، قبل ما الوقت يسرقكم وبعد كده مش عارف تعملوا اي حاجه. ان انا طالبه مصريه هذاكر ليه اصلا؟ طب ما انا بتضمر، طب ما انا عارفه مستقبل مجهول، احنا الجيل الوحيد اللي مجهول مش عارف رايح على فين. يعني الطلبه اللي قدامك اللي قاعدين ثانويه عامه دول اسالوا بتاخد الدرس بكام؟ وانا بدفع الفات في الشهر. طب نفسك تبقى دكتور؟ هيقول لك اه. انت بقى وحظك صح؟ انا عايز اشوفك ترد عليا صح ولا انا غلطانه؟ انت متاكده انك في ثالثه اعدادي؟ اه انا في ثالثه اعدادي. بس لو انا لو انت شايف ان انا بتكلم لو جمله واحده صح ما بيجيبش على المنظومه حلوه، لا بالعكس ده بيجيب على فشل المنظومه، لان انا مستقبلي مجهول مش عارفه انا هبقى ايه. كنت في ثالثه اعدادي على سبيل يا ندى من الاوائل على بورسعيد. كان حياتي الصوت بيقطع بتعيط. لما تحصل بقى لما يحصل بقى الموضوع ده السلامية عنا، انا كنت استفدت ايه؟ انا كندا يعني استفدت ايه؟ انت انت مسؤول لما تجيب لي مدرس مش عارف يعلم، استفدت ايه؟ دمرت دمرت احلامي ودمرت طموحاتي، استفدت انت ايه بقى؟ مش عارفين تشغلوا المنظومة صح، اقفلوها اقفلوها والله، وافضح انا لبس حاجات كتير قوي. ليه يعني ندى ندى عايزك تهدي خالص وما تعيطيش. بقول لك يا ندى، ما تبي تيجي معايا هنا حلقه على الهوا تقولي الكلام ده، ايه رايك؟ ايه؟ ما عندكيش مانع؟ هستناك الاسبوع الجاي. وانا اتمنى 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 انه السيد المحترم المبجل الموقر الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وبقول له نداء من هنا اهوت وانا هكلمه ونتواصل معاه، يشرفني هنا في حلقه مع ندى يتكلم معاه. تيجي ندى من بورسعيد ومعاها وزير التربيه والتعليم ونتكلم. حتى احنا ممكن نجي لك المكتب يا سياده الوزير لو حضرتك مش نجي لك هنا. بصراحه انا ما عنديش اي تعليق خالص على اللي قالته ندى، وانا بقول ان مصر ستظل بخير طول ما فيها امثال ندى. بسم الله ما شاء الله لخصت ازمه البلد كلها في دقيقتين ثلاثه وفي ثالثه اعدادي. لازم اطلع فاصل دلوقتي ونكمل بعد المكالمه دي.